السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله جايب لكم مفاجأة كويسة جدا للناس اللي بتشتغل في كليك بانك. الموقع اللي قدامنا ده سي بي برو أدز. الموقع ده هيدينا إمكانيات جميلة جدا. أول حاجة الناس اللي هي بتسوق لمنتجات كليك بانك بيبقى عايز ينشئ موقع، فمش عارف ينشئ موقع إزاي. عايز ينشئ موقع بطريقة احترافية، ويكون موقع الديزاين بتاعه كويس جدا ملفت للنظر، وفي نفس الوقت يكون وضع المنتجات بشكل جيد وبصورة جيدة، ويبقى عنصر الجذب بيكون قوي. فطبعا الحاجات دي ممكن تكلفنا كتير، فأنا جايب لكم سر كويس جدا النهاردة. الموقع ده هنسجل فيه ماشي، وهشرح كل شيء بالترتيب بإذن الله. أول ما نسجل في الموقع التسجيل عادي جدا، اسم وإيميل ويوزر نيم وباسورد. بتدخل اول حاجه تعملها تدخل على ماي بروفايل سيتنج، تدوس عليها وبعدين تدوس على سيتنج. هتلاقي المعلومات دي لازم تملاها. هتحط اسمك عادي، اسمك الاول واسمك الاخير، الايميل بتاعك، الباسورد اللي بتدخل بيه هنا على ضوية، الدوله بتاعتك، وبتحط هنا اليوزر نيم بتاعك في كليك بانك. يبقى دي أول اهم خطوه بنعملها، بنحط اليوزر نيم في كليك بانك، وكمان بتحط ايميلك بيبال عشان الموقع ده فيه كوميشن هتقبض عليه. خلاص هتحط حسابك في كليك بانك. يبقى احنا كده شرحنا الخطوه المهمه اللي لازم نعملها اول ما نسجل مباشره. تعالى بقى نروح للحاجات المهمه جدا في الموقع ده. اول حاجه هنخش على افيليت مين ستور فرونت ده، بندوس هنا. عندي اربع فيرجن، فيرجن 1 فيرجن 2 3 4. عباره عن ايه؟ عباره عن ده احدث فيرجن عموما. انا هقول له جيت يو ار ال ماشي. انا هوريكم حاجه بتقدر طبعا تعدل عليه براحتك هنا، بس احنا الشرح ده بسيط عشان نفهم هنحصل على ايه. اول حاجه هنحصل عليها متجر الكتروني كامل عليه كل منتجات كليك بانك، كل الاقسام. ادي كل الاقسام اللي موجوده في كليك بانك: بيزنس، انفيزري، كمبيوتر، انترنت. هنخش على الاي بزنس والاي ماركتنج، وهنخش على هيلث اند فيتنس ماشي. كل دي منتجات في كليك بانك. هنخش مثلا على هيلث اند فيتنس، هنخش على دايت اند ويت لوز. ادي منتجات عن فقدان الوزن كامله، كل اللي هيدوس شراء ماشي. طبعا تصميم جميل وصفحات كتير جدا وكل المنتجات تمام. انا دلوقتي مثلا عايز اشتري المنتج ده، بسيط جدا، اتحول باليوزر نيم بتاعي في كليك بانك. اخدت بالكم؟ مهم جدا جدا الحكايه دي. طبعا انت ما بتحصلش على الحاجات دي بسهوله، هقول لك دلوقتي هتحصل على الكلام ده ازاي. الموقع فيه عضويتين، عضويه مجانيه وعضويه بروميوم، بس هنكمل عشان نتاكد ان فعلا المنتج ده باسمنا. هندخل عادي كاني زبون وهشتري. ادي الافيليت مودير بان. يبقى انا كده كل المنتجات اللي في الموقع ده باليوزر نيم بتاعي، باليوزر نيم بتاعي في كليك بانك مود 40 تمام. برضو نفس الموضوع نيكست باي. ماشي نكمل تمام. انا هشتري المنتج مثلا عشان نتاكد بس ان ايه كل المنتجات فعلا باليوزر نيم بتاعنا في كليك بانك. بس العضو المجاني ما بيحصلش على الكلام ده، مش بيبقى كل المنتجات باسمه. اما العضو البروميوم هو اللي كل المنتجات باليوزر نيم بتاعه في كليك بانك. فانا هقول له باي ناو اهو. دخلنا على صفحه الدفع، ادي المنتج افيليت مودر باي. يبقى انا لو جربت كده كل المنتجات هتلاقيها باليوزر نيم بتاعي في كليك بانك، لان انا عضو بروميوم في الموقع. طيب كده حصلنا على متجر كامل فيه كل منتجات بالكليك بانك، ما عليك الا انك انت تجيب له زوار. تخيل انت عشان تنشئ موقع زي ده ممكن يكلفك كام؟ تمام؟ انت مجرد انك تاخد الرابط بتاعك فقط لا غير من هنا ماشي. طيب ايه كمان؟ ده الفيرجن 1 نشوفه برضو شكله عامل ازاي. انما الفيرجن 4 هو احدث حاجه. ده الفيرجن 1 برضو كل منتجات كليك بانك تمام بكل الاقسام.
بس الستايل مش زي التاني، التاني احترافي اكتر يعني. تعالى نشوف حاجة كمان، تعالى نشوف حاجة كمان. طبعا فيرجن 2 و 3 نفس القصة، هنخش على افيليت نيتش ستور فرونت، هقول له وريني النيتش اللي عندك بقى، النيتشات اللي عندك يعني. كل دي مواقع بتاعتك عليها منتجات كليك بانك باليوزرنيم بتاعك، وكل موقع في تخصص خاص بيه. يعني مثلا هندخل دلوقتي على ايه، على الفوركس مثلا، اهو ده الرابط بتاعي، باخده اسوق بيه، اجيب بيه زوار بس مش اكتر من كده. يبقى هو محضر لي، مجهز لي كل الشغل دي، كل منتجات عن الفوركس. تمام، اي منتج من ده هو بتاعك، ده لو انت عضو بروميوم بس مدي 40. تمام، اي منتج، مش لازم بقى نخش على صفحه الدفع، اي منتج باليوزر نيم بتاعك. تمام، تعال نشيل الفوركس ونخش على اي نيتش تاني، الويت لوز مثلا، ناس كتير جدا بتحب تسوق المنتجات في قدر الوزن، موقع كامل بالبانر بتاعه، بالهيدر، بالمعلومات، بالكلام، انت ما عليك اي حاجه. واخد 5 نجوم المنتج ده، ان المنتج ده واخد 5 نجوم، طبعا ده بيطمن الزائر. كل الاعلانات اللي على الجنب دي برضو بتاعتك، كل الاعلانات اللي على الجنب بتاعتك والاعلانات اللي تحت. طيب احنا هندخل على اي منتج هنا في قبل الوزن، اهو هتلاقي ان باليوزر نيم بتاعك. ليه؟ عشان انت عضو برومي. خلاص، انت لو عضو فري، اولا انت ما بتحصلش على الكلام ده اصلا، يعني ما بتحصلش على المتاجر دي، ما تحصلش عليها. انت لو عضو فري هتحصل على حاجه واحده بس، ايه هي؟ هنجي لها دلوقتي، بس عايز اوريكم ان في مواقع لسه هم بينشئوها كمان، كمان سنه قريبا برضه هتاخدها. يعني اي حاجه بيعملوها، انت طالما دفعت البروميوم اول ما تخلص انت هتاخدها، هتسوق لها، هتسوق لها. كل دي مواقع لسه بتتبني، برودكت 1 برودكت 2 لسه بيبنوها، لسه بيبنوها برضه، اما تخلص ده بتاعتك. ليه؟ عشان انت دفعت البروميوم، البروميوم بتدفع مره واحده بس في حياتك كلها. خلاص، ده برضه موقع عن ميك ماني اونلاين، وفي عن الافلت ماركتنج، وده موقع برضو لسه بيخلص، تيفي سترايت. ماشي، كل ده بيبقى بتاعك، حتى الاعلانات اللي بتبقى اللي بيحطوها يمين وشمال، والاعلانات دي بتتغير يا جماعه. خلاص، وبتستهدف الزائر، يعني زي نظام ادسنس كده، بس انت ما بتربحش الا من عمليات البيع فقط يعني. فانت طبعا عشان تبقى تقدر تسوق للموقع ده لازم تسجل في كليك بانك الاول، وبتحط اليوزر بتاعك في كليك بانك، وبتدفع الابجريد. تمام، كل دي منتجات برضو باليوزر نيم بتاعك عشان انت عضو بروميوم. اما لو عضو فري لا، ما بتحصلش على الكلام ده، هو بتلاقي الرابط بيقول لك اعمل ابجريد. تمام، يبقى دي الحاجات الخاصه بالعضو البروميوم، حاجات كتير جدا جدا زي ما احنا شايفين. طبعا كل دي مواقع، ولو انشأوا مواقع وهم بينشئوا باستمرار، يعني انت هتلاحظ ان في كم موقع هو بيتنشئ حاليا، كل ده العضو البروميوم بياخدهم في اي وقت. المتجر ده من احدث الحاجات اللي اتضافت بصراحة، متجر جميل جدا جدا، هتشوفوه دلوقتي معايا. يعني انت عشان تدفع بس عشان تنشئ متجر زي ده، طبعا هيكلفك كتير كتير بمعنى الكلمة يعني. طبعا المتجر ده خاص بالومنز، منتجات بقى في الومنز هيلث، البادي، الديتنج، الهوم فاميلي، البيوتي، السيلف هيلب، يعني وأول كاتيجوريز، هتجيب باقي الأقسام هنا. طبعا كل دي منتجات، كل المنتجات دي باليوزر نيم بتاعك، الاعلان ده منتج برضه باليوزر نيم بتاعك، الاعلان ده منتج باليوزر نيم بتاعك، وهوريك دلوقتي حالا. دخلنا على قسم اهو، واخد 5 نجوم المنتج ده، عايز اشتريه، ريد مور، هيتحول لليوزر نيم بتاعي، هنشوفه دلوقتي في صفحة الشراء. هعمل ستوب للفيديو. Did you know that there's a stated ماشي، انا هختار اللي انا ادفع اهو، بسم الله، لاحظوا الدفع اهو. ماشي، ادي الافيليت 40 زي ما انتم شايفين، كل المنتجات باليوزر نيم ايه بتاعتي. طيب احنا نرجع تاني، اقسام، طبعا كل الاقسام هنا. ماشي، وفي حاجات مهمه جدا هعرفها لكم، طبعا دي برضو اعلانات واقسام، اعلانات واقسام، اعلانات واقسام، كل دي برضو بتاعتك، كل اللي في الموقع باليوزر نيم بتاعك في كليك بانك. تمام، طبعا لو حد عمل شير لاي شبكه اجتماعيه برضو هيجي لك زيارات وهكذا. طبعا احنا هنتكلم في موضوع التسويق بعدين، احنا بنتكلم الموقع ده امكانياته ايه، بيديك ايه.
طبعا حاجات جميلة جدا. طب لو في واحد حب عجبه الكلام ده، انت بتسوق، عملت حملة دعائية وجبت زوار، والزائر كان فيهم زائر مسوق زيك يعني، وحب ينشئ متجر زي ده، هيدوس على هنا ماشي، هيدخل على الموقع نفسه بالاي دي بتاعك انت، وهيسجل، ولو عمل ابجريد انت بتاخد كوميشن 50% عشان تعوضه برومو. اخدت بالك؟ وهوريكوا دلوقتي موضوع الافليت بتاع الموقع يعني. يبقى احنا كده ايه، عرفنا المتاجر الكتير اللي احنا بناخدها. العضو الفري بقى بيحصل على ايه؟ ما بيحصلش الا على ايه، اد جنريتور، وبيختار مثلا بانر، وبيحدد الاقسام اللي هو عايز يسوق لها مثلا، ويروح نازل هنا بيحدد زي ما هو عايز الاقسام اللي هو عايز يسوق لها، وبيدوس هنا الخطوه الثانيه، بخش هنا بيختار المقاس بتاع البانر اللي هو عايزه، بيقول لك ان اكتر مقاس عليه منتجات هو ده 468 في 60 اهو، هروح عشان اخد الكود، بقول له اديني الكود، لو عايز انشئ شانل بنشئها مش مهم، باخد الكود. لو انت عضو مجاني بيظهر لك بتحط الكود ده في موقعك، بيظهر لك اعلانات بنسبه 50% باليوزر نيم بتاعك و50% باليوزر نيم الخاص بالموقع ده، العضو المجاني. وطبعا ما انصحكش انك انت تشتغل كمجاني، الموقع بيديك امكانيات رهيبه. سعر البروميوم كام بقى؟ سعر البروميوم حاجه رخيصه جدا، 37 دولار لمره واحده، وهقول لكم على سر تاخدوه ب 27 دولار، تمام؟ بتدفعهم مره واحده فقط. طيب ايه كمان؟ الموقع بيديك حاجات كتير اهو زي ما انت شايف، احنا بالشرح سريع، والورد بريس بلوجنز، لو انت عندك مواقع بقى وعايز تنشئها انت بنفسك، بتاخد البلوجنز وبتضيفه وبتتبع الخطوات، بيتبني الموقع كامل بتاعك بقى، تمام؟ احنا هنخش هنا على ايه؟ الافليت بروجرام بتاع الموقع ده، تمام؟ انا الاول عضو برو بروميوم اكونت، انا عاوز بروميوم اكونت، ثانيه واحده الاول، اما نقفل ده، نقفل ده، خلاص هعمل باك، باك، تمام، باك. انا مش عايز الخطوه دي، انا هخش على البرو اكونت، انا اهو بروميوم اكونت، انا بروميوم اكونت بحصل على كل الحاجات دي، وانا اوريدي بروميوم اكونت، تمام، والا ما كانش يظهر اليوزر نيم بتاعي على كل الروابط دي، وما كنتش اخدت كوميشن كمان. الافليت بروجرام هنا حاجه مهمه لازم اعرفها، تمام، انا بدوس هنا عشان احصل على الرابط بتاع الافليت بتاعي اللي هسوق بيه، واللي اتمنى ان انتم تسجلوا من خلاله. ليه اختيارين؟ اول اختيار ان اخد الرابط ده اسوق بيه، اي حد بيسجل بينزل هنا تحت مني في الموقع، والكوميشن باخده هنا في الموقع وبيدفعوا لي عن طريق بيبان. طيب وده الافضل، هقول لكم ليه. تاني اختيار ان انا اخد الرابط بتاعي اللي هو الخاص بكليك بانك واسوق، والربح هيدخل في رصيدي في كليك بانك مباشره، خلاص كده، واقبض من كليك بانك. طبعا انا افضل طبعا ان احنا نسوق بالرابط ده، ليه بقى؟ هقول لكم ليه. اول حاجه انا لما بسوق بالرابط ده باخد المدفوعات مجرد ما بعمل 30 دولار في الموقع، يعني مجرد ما يبقى في رصيد 30 دولار بسحبهم على كليك بانك كاملين. طيب الميزه الثانيه ان انا اي حد بيسجل في الموقع هنا باخد العموله كامله، اما لو كليك بانك يعني انا مثلا هوريكم دلوقتي انا خدت عموله 13 دولار و28 سنت لعضو سجل عمل بروميوم دفع 27 دولار، تمام؟ فخدت 13 دولار و28 سنت، هنا خدت 8 دولار و1 سنت فقط، لان كليك بانك بيخصم العمولات بتاعته، تمام؟ فانا اولى بال 5 دولار الفرق يعني، 5 دولار و22 سنت انا اولى بيه، اسوق بالرابط ده احسن، طالما انا عضو بروميوم اخد الرابط بتاعي اسوق له باخد كوميشن 50%، لو هو دفع 37 دولار مباشره اخد الكوميشن كامل 50%، لو هو ما دفعش الابجريد سجل وحاول يشتغل مجانا ولقى ان الموضوع مجانا مش حلو قوي، وهيضطر ان هو كده كده هيعمل ابجريد فيما بعد يعني، فهيدفع الابجريد، بيجي له رسائل من الموقع على الايميل بتاعه بيدوله عروض وبونص، البونص بيكون ب 27 دولار، يعني بدل ما اشتري ب 37 دولار اشتري ب 27 دولار، ساعتها تاخد انت العموله اللي انت هتشوفها حالا، الافليت ايرننج عندي اهو 13 دولار 28 سنت، تمام؟ ده من عضو واحد سجل وعمل بروميوم. الداون لاين بتاعي الاعضاء اللي سجلوا طبعا اغلبهم لسه ما عملوش بروميوم، عضو واحد فقط اللي عمل بروميوم، انا عندي حاليا 40 عضو مسجل، تمام؟ جايين عن طريق ايه؟ بيجيب لك جايين عن طريق ايه، تمام؟ المهم يبقى كده انا عرفت ازاي بسوق لرابط الافليت بروجرام بتاعي،
الافليت بتاعي وبسوق وازاي بكسب وهقبض منين هقبض منين. انا قلت لكم في الاعدادات بروفايل سيتنج بتضيف الاكونت البيبال بتاعك تمام، البروموشن تولز اللي هو الادوات الدعائيه اللي بيديها للموقع، اخد بانر مثلا او فيديو، انا اخد بانرات بالمقاسات اللي انتم شايفينها مثلا او المقاسات دي او المقاسات دي او المقاسات دي، واسوق لو انا عندي موقع احط البانر في اي مكان اللي يعجبكم تمام. طيب بالنسبه للخطوه اللي هي الاخيره، ان انا دلوقتي سوقت للروابط بتاعتي اللي انا خدتها مثلا من افليت نيتش، وانا طبعا بنصحكم بده الافليت نيتش اللي هو بيديكم مواقع كتير وكل موقع خاص بنيتش معين وكامل، انت ما بتعملش اي حاجه، انت ما بتبنيش اي حاجه، ولو عايز تعدل انت على البانر او الصوره او اي حاجه انت عايز تعدل عليها بتقدر تعدل من الستور فرونت فقط ماشي. هنا بنشوف بقى التقارير الريبورت، الزيارات اللي بتجينا على الروابط بتاعتي، كم زياره، كم نقره، حد نقر يعني دي زيارات، مين داس على منتجات، اتنين داسوا على منتجات، هل اشتروا ولا لا، بنشوف الكلام ده طبعا في كليك بانك. هنا النيتشات اللي انا بسوق لها والضغطات اللي بتيجي عليها ماشي، دي تقارير يوميه اتفقنا. فهنا هتتابع الزيارات بتاعتك وهبقى اعرفكم موقع تقدر تشتري منه زيارات بعد لما تعمل ابجريد. طبعا ما تشتري الزيارات وانت ما عملتش ابجريد ابدا، لانك مش هتاخد الافليت نيتش ماشي، ومش هتاخد الافليت من ستور فرونت، مش هتاخد الكلام ده خالص، وهيظهر اعلاناتك بنسبه 50% فانت ما تضمنش البيعه تروح لمين، فما جاتش من 27 دولار لو انت سجلت واستنيت الرساله الدعائيه اللي هتجي لك هيبقى في بونص، هتستغل الفرصه فورا وتعمل الابجريد، يبقى انت وفرت عليك انا 10 دولار تمام. بعدها تقدر بقى تعمل حملات دعائيه بفلوس، يعني اشتري زيارات، وهقول لك اشتري زيارات منين بس مش هشرحه دلوقتي تمام. الموقع ده يا جماعه بيبيع زيارات مهمه جدا جدا، زيارات بتيجي عن طريق القوائم البريديه، زيارات مستهدفه جدا جدا جدا، بتسجل فيه وبعد ما بتسجل فيه بتدخل تشوف، عامل زي فايفر كده، بتدخل تشوف الناس اللي هي بتبيع زيارات والناس اللي اشتروا منها وادوها تقييمات عاليه وبيحققوا منها مبيعات، والاجانب مهتمين جدا بالموقع ده. الناس اللي بتبيع الزيارات عندهم بنين قوائم برديه في كذا نيتش، فانت بتقول له انا عايز اعلن عن النيتش ده، هل هتقدر تجيب لي كذا، بجاوبك اتفقت معاه بتشتري منه بس بحاسبك بالكليك، واسعاره غاليه عن اي مكان تاني، يعني مثلا ممكن تلاقي كليكات 50 كليكه، ممكن تلاقيهم ب 29 دولار، ممكن تلاقيهم ب 300 دولار على حسب البائع. اخدت بالك؟ بس اتحقق منه مبيعات قويه جدا يعني. الموقع ده مهم جدا وهبقى اشرحه بعدين، انما انا هنزل فيديو بيشرحه باللغه الانجليزيه. تمام؟ هتشوف الخطوات، مش لازم يعني، في ناس كتير ما بتعرفش انجلش، شوف الخطوات وطبق. تمام؟ الموقع ده كمان بيديك عموله 15% عن كل اوردر بيتم. برضه انت هتسوق الموقع ده كمان، يبقى انت هتسوق الموقع ده نفسه، ها، لانك بتاخد عموله، وفي نفس الوقت المتاجر اللي انت بتسوق لها اي حد عجبه المتجر وداخل اشتراه انت هتاخد عموله، يبقى انت بتضرب على السرير المحجر. نفس الوقت الموقع ده قوي جدا في بيع الزيارات سولو ادز، واعمل سيرش عن السولو اد، اعمل سيرش عن السولو اد باللغه الانجليزيه وشوف الاجانب بيشرحوا الموقع ده ازاي. تمام؟ زيارات بتحقق مبيعات، فانت هتقدر انك انت تشتري من الموقع ده زيارات وتحقق منها مبيعات كويسه ان شاء الله. خلاص؟ وبمصاريف وتكاليف بسيطه جدا جدا، مش هتيجي حق تكلفه موقع واحد من اللي انت هتحصل عليهم من هنا، سواء اشتراكك في موقع سي بي برو ادز او انك تشتري زيارات من باي سولو اد. التكلفه ممكن 100 دولار تشتغل بيهم، يعني كل الحسبه كلها ممكن 100 دولار تشتغل بيهم، تعمل ابجريد وتشتري حملات دعائيه وتحقق مبيعات اضعاف ال 100 دولار ان شاء الله. اتفقنا؟ وباذن الله ده شرح سريع كده لاني انا مش فاضي ومش متفرغ زي الاول، فبقى لي اكتر من شهر عايز اشرح الموقع ده، ما عنديش وقت خالص، فما صدقت ان انا يعني اخد الربع ساعه دي ان شاء الله وشرحت لكم فيها، وباذن الله هيبقى في شروحات ثانيه للفتره القادمه. اتمنى لكم التوفيق، واي حد عنده استفسار يسيب لي رساله وينتظر عليا في الرد على الرسائل شويه، لان عندي رسائل كتير لسه ما رديتش عليها من فتره كبيره. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.